هل كانت القدرية موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يقول وهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هو صحيح؟ القدرية مجوس هذه الأمة هذا أثر على ألسنة العلماء، وسبب في ذلك أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، وأما المعتزلة فأثبتوا خالقين أكثر من خالقين، أكثر يعني كل إنسان يخلق فعل نفسه، فهم زادوا على المجوس. نعم.